هذا وناقشت الجلسة الثانية من الملتقى جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن والمستثمر والمقيم والسائح وسبل تطويرها بما يضمن مستويات متقدمة وفق أعلى المعايير من خلال استمرار عملية التقييم الشامل والدقيق للخدمات الحكومية. برنامج عمل الحكومة نص على جودة الخدمات الحكومية وكفاءتها وضعها الملتقى الحكومي 2019 ضمن محاور النقاش والتشاور بين متحدثيه الأكفاء من مختلف القطاعات والجهات الحكومية، والتي بيّنت مدى حرص الحكومة من خلال برامجها على تجويد خدماتها وتحسين الأداء ورفع كفاءة العاملين في مختلف الجهات الخدمية على وجه الخصوص. هذه المبادرة اللي بدأت من عدة سنوات ولاحظنا فيه تطور كبير على مدى السنين، وأعتقد أن كل نسخة كانت أفضل من النسخة اللي قبلها، وكلها تهدف إلى تحقيق الرؤية الاقتصادية ومسار الحكومة إلى عام 2030. الملتقى الحكومي يعني تعتبر تظاهرة سنوية مهمة جدا تجمع كل المسؤولين في الجهات الحكومية حول أهداف برنامج عمل الحكومة وأهداف التنموية لتحقيق الاستدامة في الموارد وتقديم خدمة مميزة للمواطنين وللجمهور. مراكز تقييم الخدمات الحكومية، أكد المتحدثون في الجلسة الثانية أنها مبادرة وطنية فاعلة تهدف دائما إلى تطوير أساليب الأداء ومراقبة تحسين الإنتاجية في الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين والزوار والمقيمين والمستثمرين وفق معايير ومقاييس دقيقة وشاملة تتطلب العمل الدؤوب على ضمانها في مستويات متقدمة جدا. طبعا اليوم هو الملتقى الحكومي الرابع، وهي مبادرة غير مسبوقة حقيقة لالتقاء جميع المسؤولين في الحكومة. باختصار في الملتقى جميع المسؤولين الحكوميين يشوفون وين كنا، وين احنا اليوم واقفين، وين ماشيين. فكل مسؤول اليوم على اطلاع تام من خلال الملتقى بتوجه الحكومة، ويكون دوره واضح وعارف شنو اللي مطلوب منه. ولا شك انها فرصة لنا للتعرف على التطورات وتطوير الخدمات، ولا شك ان تكريم الجهات اللي تقدم خدمات سواء كان في التواصل أو حققت الاشتراطات المطلوبة لها الأثر الكبير في تطوير الخدمات أكثر للمواطنين. التقييم المستمر نهج سارت عليه الحكومة الموقرة في قياس مستويات الانتاجية ونتائج البرامج والخطط العملية وفق ضوابط وبنود وتطلعات برنامج عمل الحكومة، ليكون المواطن فيها دائما هو محور التنمية والانتاجية التي تفخر بها البحرين. الملتقى الحكومي 2019 منصة شاملة لتطوير سبل وآليات العمل الحكومي، ليرتقي دائما بتطلعات المواطن البحريني، ليؤمن له مستوى معيشي راقي بتكامل وتكافل جميع الجهود الحكومية بروح الفريق الواحد، فريق البحرين. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.